بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر الشركة المنظمة والمؤتمر، وإذن الله يبقى مؤتمر ناجح وقوي. شكر طبعا لشركة سانوتي لدعوتي للمشاركة في المحاضرة ديت وكل الستاف بتاعها. المحاضرة بتاعتنا عن الرول اوف ايس انهبيتور ان مانجمنت اوف هاي ريسك هايبرتنسيف بيشنس. First of all, we all know that hypertension is the most or the leading cause of this worldwide. حوالي 13.5% of all diseases على مستوى العالم بيبقى بسبب الهايبرتنشن. وان الريليشن شيب بتوين البلاد بريشر ليفل والكارديو باسكولار ريسك والستروك والام اي بيبقى دبلنج ويز افري 20 تو 10 ملم ميركري انكريز، يعني كل زياده في الضغط 20 ملم في السيستول او 10 في الديستول بيعمل دبلنج للريسك اوف مورتاليتي والكارديو باسكولار كومبليكيشنز ايذر ستروك اور ماي كارديو انفاركشن اور سيربرو باسكولار اكسيدنتس. زي ما احنا شايفين في الدياجرام، مجرد ان ارتفع من 115 ل 135 دبل ل 155 فورس ل 175 بقى 8 فولدز انكريز ان مورتاليتي اند كارديو فاسكولار ريسك. وده بيخليه من الميجر ديزيز اول اوفر ذا وورلد اللي لازم يبقى فيه اتنشن والاهتمام بالمانجمنت الكويس بتاعها. طيب، وهو مشكله الهايبرتنشن مش جاست بس بلاد بريشر عالي، ده بيعمل اند اورجان دامج على مستوى كبير زي ما احنا عارفين، سواء على مستوى الكاردياك ليفت ميديكو هايبرتروفي كورونا ارت ديزيز اند كونجستيف هارت فيلير، على مستوى السي ان اس، على مستوى السي ان اس هيموريدج ستروك، على مستوى الاي ريتينوباثي، على مستوى البيرفرا فاسكولار ديز، وفي الكيدني رينال فيلر بروتينوريا. فهو عنده افكشن على مالتيبل اورجانز كتير في السيستم، وده بيخليه من ميجور ديزيزز من ميجور كارديك ديزيز. اهم بوينت لما نيجي نختار الانتي هايبرتنسيف تريتمنت، هو السؤال هو مجرد ان انا اجيب دواء كنترول بلاد بريشر، ولا المفروض ان انا يبقى عندي اذر برايورتيز لاختيار الدواء؟ يعني كل عيان ممكن مع كذا دواء نظبط له الضغط بيوصل للتارجت اللي احنا عايزينه 120 او 125 على 80. لكن المفروض ان احنا بيوند الكارد بلاد بريشر كنترول لازم نعمل بروتكشن للاند اورجان اند نمنع الاند اورجان دامج بصفه عامه، وان يكون الدراج ده له ليس سايد افكتس عن اذر دراجز. لو جينا نراجع في 2018 الاوروبيان سايت اوف هايبرتنشن كارديولوجي جايد لاينز للهايبرتنشن، هنركز في النقطه اللي هو اول حاجه اسمها كومبلينج انديكيشن انتي هايبرتنسيف. يعني مش في ديزيز معينه بتستدعي نستخدم نوع معين من انتي هايبرتنسيف، مش كل نوع. لو جينا نشوف معظم الديزيزز اللي هي ليها كومبلينج انديكيشنز، الايس انهبيتور بتبقى اصلا اول اختيار او موستلي الموست امبورتنت ان احنا نختاره في الانتي هايبرتنسيف، سواء اسيمبتوماتيك اورجان دامج لايك ليفت انتيك هايبرتروفي او اسيس بروز او ميكرو ابنوريا او ايفن رينال ديسفانكشن. الايس انهبيتور بتبقى الاول او ثاني اختيار على طول من ذيس كاتيجوريز. حتى ايفن في الاستابليشد كارديو فاسكولار ديزيز، سواء بريفيوس ستروك ام اي هارت فيلير او اتري فيبريشن او بروتينوريا، كل ده بيستدعي ان احنا نحط الايس فيرست برايورتي في الانتي هايبرتنسيف، عشان هتعمل لنا الحاجتين اللي احنا والثلاث حاجات اللي احنا محتاجينهم للسايد افكتس اند اورجان بروتكشن اند كنترول اوف هايبرتنشن. ايفن في العيانين اللي عندهم ميتابوليك سندروم والدايبيتس، الايس انهبيتور از ذا فيرست تشويس. يبقى معظم الكومبلينج انديكيشنز الايس انهبيتور بتبقى من اول اختيارنا في هايبرتنشن. ولو جينا نرجع في كل واحد فيهم، لو جينا تريتمنت استراتيجي للهايبرتنشن ان كومبليكيتد او معهوش اذر ديزيز، هنلاقي في الستيب 1 ايس او اي ار بيز مع الاذر تريتمنت، وكذلك لو ستيج 2 عملنا كومبينيشن الايس بتبقى اول اختيار في كله. كذلك في البيشنتس اللي عندهم هايبرتنشن وكل ديزيز، الايس انهبيتور او اي ار بيز بتبقى اول اختيار، وده مهم جدا عشان اند اورجان بروتكشن زي ما اتفقنا. كذلك في الجايد لاينز برضو لو بيشنت هايبرتنسيف وكرونيك كيدني ديزيز، اختيار الانتي هايبرتنسيف دايما بيبدا بالايس والاي ار بيز. وكذلك في الهايبرتنشن وذ هارت فيلير اند ريدوس ايجكشن فراكشن وهايبرتنشن بي اف، الايس والاي ار بيز هي الاختيار. فبالتالي معظم الكومبيلنج انديكيشنز الايس انهبيتورز او الاي ار بيز، والاختيار بينهم مش فارق، بيبقى الفيرست برايورتي في التريتمنت اوف هايبرتنشن. حتى ايفن في الكومبينيشن، احنا عارفين معظم الهايبرتنشن تريتمنت بدءا من الستيج 2 اللي هو 160 على 100 فما فوق، لازم نبدا بكومبينيشن فروم ذا ستارت. فالكومبينيشنز اللي هو الهكساجونال شيب بتاع الكومبينيشن اللي احنا عارفينه، الجرين لاين الكومبليت جرين لاين ده او الجرين كونتينوس لاينز الموست فيفربل كومبينيشنز، زي ما احنا شايفين انهبيتورز بتاخد مهم جدا، سواء انهبيتور مع كالسيوم شانل بلوكر او انهبيتور مع سايزايد دايوريتكس، دي من البيست كومبينيشنز تو كنترول البلاد بريشر، على عكس بعض الكومبينيشنز اللي ممكن يبقى هازارد بس شويه. طيب، وش معنى الراس انهبيشن هو ده اهم لاين اوف مانجمنت في هايبرتنشن؟ هو ده النقطه اللي احنا بنركز فيها. اشمعنى نقول ايس انهبيتور في كل تايبس اوف هايبرتنشن وكل كومبليك انديكيشنز؟ زي ما احنا شايفين الايس انهبيتورز الكارديو فاسكولار بروتكشن ليها بينيفيشال افكتس في البروتكشن كل الكاتيجوري اوف الكارديو فاسكولار بروبلمز. يعني اول هايبرتنشن يعمل بوت كنترول،
يمنع او يبروتكت من كونجستيف هارت فيلير، ليفت فيلوس فانكشن سواء اسيمتوماتيك او اسيمتوماتيك، اكيوت ام اي اند دايابيتيك نيفروباثي. وفي حاجه خاصه بالرامبريل او تايب اوف اس اللي هو رامبريل، ان بيقلل الريسك اوف ماي كارديو انفاركشن ستروك اند ديس اون كارديو فاسكولار كوزز ان هاي ريسك بيشنس. يعني هاي ريسك بيشنس هو لو سوبريورتي في الكنترول او نقلل الريسك اوف ام اي ستروك اند ديث. وده اللي بيخلينا نختاره من ضمن الاس او نحطه برايورتي على الاذر اس. والاس انهبيتور از هول عندها كارديو بروتكتيف اند فاسكولار بروتكتيف كلايس، مش مجرد بس كارديو بروتكتيف. يعني اول حاجه هي كارديو بروتكتيف على البالانس بتوين الميكاردال اوكسجين سبلاي والديماند، بتقلل البريلود والافتر لود، وبتقلل الليفت فنتريكولار ماس وسيمباثيك ستيميشن. كمان على مستوى الفاسكولار ليها دايركت انتي اتيرجينيك افكت، ليها انتي بروتكتيف وانتي مايجراتوري افكت، ليها امبروفمنت اندوثيليال فانكشن وبروتكشن فروم ليك رابشر اند انتي بليتلت افكت. يعني ليها مالتيبل افكتس على مستوى الفاسكولار، على مستوى الفيزل مور زان الكارديو بروتكتيف افكت. ولذلك هي مش جاست كنترول بلاد بريشر، هي بتمنع الكومبليكيشنز ايضا على مستوى الفيزل او على مستوى الهارت والكومبليكيشن بتاعتها. طيب برضو تاني، ليه الرامبريل is better to be chosen than other ACE inhibitor؟ الACE inhibitors فيهم مجموعة lipophilic وhydrophilic، كل ما يبقى الACE inhibitor أو الدراج lipophilic بيبقى more tissue penetration وبالتالي more inhibition of ACE enzyme. الهدف من الACE inhibitor إن هي بتقلل الليفل في angiotensin 2 في الحاجتين، في السيرم ولوكالي في التيشو أو في التارجت أورجن. فبالتالي كل ما يبقى الدراج قادر يعمل penetration كويس ويوصل لconcentration عالي في التيشو أو الإند أورجن، بيعمل protection أكتر للاند اورجان اللي احنا عايزين نبروتكت، سواء كان الهارت او الكيدني او الاي والحاجات دي. ولذلك الاستراكشر بتاع الرامبريل بيخلي مور بنتريشن للتشو، وبالتالي بيبقى مور بوتنت هاز لونجر ديوريشن اوف اكشن زان الابريل اند كابريل اذر اتس انهبيتور. وبالتالي اللايبوفيليك بروبرتيز بتبقى في الرامبريل حوالي 23 مره مور لايبوفيليك زان الانابريل، وبالتالي ده نسبه اكبر، فبيبقى التشو كونسنتريشن اعلى شويه. وزي ما احنا شايفين في الدايجرام دوت البلازما فيرسس تيشو ليفل، الرامبريل هو التوب في البلازما كونسنتريشن تيشو كونسنتريشن اكتر من معظم الايس انهبيتورز التاني. في بيتا اناليسيس اتعملت في بتقارن الايس انهبيتورز والاي ار بيز في البيشنتس وزود هارت فيلير. يعني الايفكت او اي ار بيز في البيشنتس هايبر تنسيف وزود اوفر هارت فيلير حوالي 26 اوف ذا ماستر رايدرز عملوا ميتا اناليسيس حوالي 108 اكتر 108000 بيشنتس ما عندهمش هارت فيلير، ولقوا ان الاس انهبيتور بتقلل كل الكومبليكيشنز ايزر اور كوز ديس، نيو اونست هارت فيلير، مايكارديال انفاركشن، دايابيتس ميليتس، نون هارت نيو هارت فيلير اونست، كل ده بيقل مع الاس انهبيتور اذر ذان الانتي هايبرتنسيف. ودي يعني المشكله الاساسيه، ان دايما في اوفرلاب كبير ما بين الباسكولار ديزيز في البيشنتس والاسوس، دايما في اوفرلاب ما بين السيريبرال والكورونري اند بريفرال ارتير ديزيز. يعني معظم العيانين سواء عنده كورونري ارت ديزيز هيبقى غالبا عنده نسبه من البريفرال ارتير ديزيز ونسبه من السيريبرال ديزيز، زي ما احنا شايفين الاوفرلاب ما بينهم مع بعض. لذلك احنا اختيار الدراج اللي بيحاول يكونترول الثلاث حاجات دول مع بعض يقلل الكومبليكيشن سواء سيريبرال او كورونري او بريفرال ارتيريال ديزيز، شود بي ايبل تو اكت ات ديفرنت فاسكولار ويز، افضل دراج يحسن الهايبرتنشن. نيجي بقى لاهم ترايل اتكلمت عن الرامبريل بالذات اللي هي الهوب ترايل. الهوب ترايل ديت هي كان الايم بتاعها ستادي افكت اوف رامبريل اب تو 10 ملي جرام بير دي فيرسس بلاسيبو على البرايمري اند بوينت سواء ديس مايكارديال انفاركشن اور ستروك. ودي كانت راندمايز دبل بلايند ترايل حوالي اكثر من 9500 بيشنتس اتحصل لهم فولو اب لاربع لست سنين من حوالي 200 اكثر من 267 مستشفى من 19 سنت بلد على مستوى العالم، فبالتالي من في امريكا ويوروب. يمكن فيري بيج ستادي خدت رقم كبير جدا وعمل فولو اب لفتره طويله 4 لـ6 سنين. لو جينا نشوف البيز لاين كاركترستكس في التو جروبز سواء البلاسيبو او الرامبريل تقريبا كانوا كومبارابل من ناحيه الريسك فاكتورز، من ناحيه الكوموربيديتيز سواء هايبرتنشن دايابيتس ليفل بروفايل السيجاريت سموكينج ال اي بي اتش او اند اورجان دامج، كان في تقريبا كومبارابيلتي ما بين التو جروبز. كذلك حتى الاذر ميديكيشنز اللي مع الاسينيبتو تقريبا كانوا شبه ذا سيم في التو جروبز، وبالتالي ده مش هيعمل بايس في الريزلت كتير. لما نيجي نشوف البرايمري اوت كمز في الهوب ترايل، لقوا ان الرامبريل بيعمل ريلاتيف ريسك ريدكشن حوالي 22% في الكومبوزيت اند بوينت من كارد فاسكر ديس والستروك والام اي، ودي نسبه عاليه مش قليله. كذلك في الفيتال نون فيتال ام اي عمل حوالي ريلاتيف ريسك ريدكشن اباوت 20%، حوالي 5 ريلاتيف ريسك ريدكشن للبيشنس. كذلك الانسنس اوف ستروك حوالي 32% رامبريل فيرسس البلاسيبو، وديفلوبمنت اوف نيو هارت فيلير 23% ريلاتيف ريسك ريدكشن فيفرنج الارم اوف رامبريل اوفر بلاسيبو. كل ده بيقول ان في مور بينيفيشال افكت اوف رامبريل اذر ذان بلاسيبو، وبالتالي ده حسن مش مجرد
الهايبرتنشن ده حسن الاند اورجان دامج وحسن الكومبليكيشنز الكارديو فاسكولار اند بوينتس كلها. زي ما احنا شايفين هنا في حال برضه في الفيتال اريثميا رصيد الكارديك اريست قلت بحوالي 21% في الرامبريل ارم فيرسس الباسيبو. وده معامل صاب اناليسيز للجروبز ده كان واضح في كل صاب جروبز اللي اتعملوا لهم اناليسيز يعني في البيشنتس وذ نورمال اجكشن فراكشن زي ما احنا شايفين الام اي والستروك والكارديو فاسكولار قلوا الارم بتاع الرامبريل فيرسس البلاسيبو كذلك الكارديو فاسكولار ديس والمايكاردين انفارشن اند ستروك. في السب جروبز الدايابيتيك بيشنتس برضه حصل 34% ريت ريسك ريدكشن في الرامبريل فيرسس البلاسيبو وكذلك في الكارديو فاسكولار ديس حصل ريسك 38% ريلاتيف ريسك ريدكشن. حتى ايفن في الجروب اللي هم مور ريسكي اللي هو دايابيتكس بروتكشن اكبر بالرامبريل فيرسس البلاسيبو. ايفن في الجروب اللي هم عملوا سب اناليسيس لحوالي 3000 اكثر من 3000 عيان اللي عندهم بريفرال ارتيريال ديزيز ولو امباكت في الرامبريل على بريفرال ديزيز قلل كل الكومبليكيشنز على كل الكاتيجوريز بريفرال ديزيز سواء كان كلينيكالي اوفرت بريفرال ارتيريال ديزيز او في ديكريز انكل بريكال اندكس اقل من 9 من 10 حتى لو مش سيمتوماتيك وكذلك في النورمال انكل بريكال اندكس كل ده قلل الكومبليكيشنز او بريفرال ارتيريال كومبليكيشنز مع استخدام الرامبريل. ووصل كونكلوجن في الهوت ترايل ان الرامبريل تريتمنت ريديوسز ريسك اوف كارديو فاسكولار ديس ستروك اند ام اي هارت فيلير اند ريفاسكولاريزيشن ديفلوبمنت اوف دايابيتس وكمان الدايابيتيك كومبليكيشنز والبينيفيتس اوبزيرفد اكروس ا بود رينج اوف هاي ريسك بيشنز زي ما شفنا في الدايابيتكس وفي البريفرال ارتيريال ديزيز اند ان اديشن تو اذر افكتيف ثيرابيز يعني وجوده مع اذر افكتيف ثيرابيز عمل مور بينيفيشال افكتس على الكارديو فاسكولار اوت كمز او البرايمري اند بوينتس. ودي كانت اكبر ترايلز اتعملت على الرامبريل وكانت الريزلت بتاعتها فيري بروميسنج. هنيجي للاذر ترايل هو السكيور ترايل. السكيور ترايل ديت كان الاوبجكتيف او الايم بتاعها تو ايفالويت الافكت اوف لونج تيرم تريتمنت وذ رامبريل اند فيتامين اي على الاثيروسكلوز بروفيشن يعني نشوف الكاروتيد اثيروسكلوز هل بيحصل ريجريشن مع اللونج تيرم يوز اوف رامبريل اور نوت مع الفيتامين اي. ودي شمت حوالي 732 بيشنتس من 6 كنديان سنترز وكانت الريزلت ساعتها ان في ريلاتيف ريسك ريدكشن حوالي 37% من استخدام الرامبريل 10 مللي جرام فيرسس بلاسيبو على الكاروتيد اثيروسكلوز. ما احنا شايفين ان الدوز 2.5 كانت ليس افكت من 10 في 10 مور بروتكشن على الكاروتيد اثيروسكلوز وكمان هي بتعمل ستابلايزيشن للبليك فرابشر قلل الكومبليكيشنز او ثرومبو امبوليك كومبليكيشنز من البليك بالرابشر او فيشرنج يعني. ولقوا ان الافكت في رامبريل على الكاروتيد اثيروسكلوز ان هو 10 مللي جرام رامبريل بير دي بيقلل اثيروسكلوز بروفيشن حوالي 37% كومبيرد تو بلاسيبو اوفر 4 تو 6 ييرز على مدار لونج تيرم بيقلل حوالي 37% ريلاتيف ديكريز للاثيروسكلوز بروفيشن. وكمان البارت اوف بينفيت في ده ليه البارت اوف بينفيت اللي موجود في الهوب كان بي ادمنت ريتاردنج الاناتوميك بروفيشن اوف اثيروسكلوز مش مجرد ان يكون عنده اورجان اوت كام لا ده بيقلل اثيروسكلوز فبيقلل الكارديو فاسكولار كومبليكيشن من الاثيروسكلوز وبالتالي بيمنع الميجور كارديو فاسكولار ايفنتس. ودي كانت بروميسنج ريزلتس ان الرامبريل بيوند البروبرشر كنترول بيعمل اسس كوز ريجيشن وبيقلل الكارديو فاسكولار كومبليكيشن. انذر تايلو هو الابريس ستادي ودي كانت بتستدي الافكت اوف ايس انهبيتورز بوست ريفاسكولاريزيشن ستادي وكان الاوبجكتيف بتاعها اسس الافكت اوف تريتمنت وذ رامبريل على انسنس اوف كاردياك ايفنتس افتر انفيزيف ريفاسكولاريزيشن في البيشنتس وذ اسيمتوماتيك ديس فانكشن اللي هم الديجكشن فراكشن بتاعهم 30 50% وما عندهمش اوفرت او كلينيكال هارت فيلير وعملوا عندهم كرونيك ستيبل انجينا وعملوا انترفينشن او ريفاسكولاريزيشن وكانت حوالي 159 بيشنت وكان التريتمنت بتاعهم رامبريل 2.5 مللي جرام اب تو 10 مللي جرام او ماتشنج بلاسيبو والديوريشن بتاعتها حوالي سنتين ونص والريزلت بتاعتهم كانت فيري بروميسنج ان حصل 58% ريدكشن في الانسنس اوف تريبل اند بوينت اللي هو كاردياك ديس اكيوت مايكاردال انفاركشن اند كلينيك هارت فيلير في الجروب اللي خدت رامبريل فيرسس البلاسيبو افكت وده كان فيري بيج ريزلتس. فبالتالي استخدام الرامبريل بوست ريفاسكولاريزيشن بيقلل الكومبليكيشنز او كل الكارديو فاسكولار ان هونس اند اكيوت ام اي وهارت فيلير. وخلاص منها ان البيشنتس انجينا فيكتورز اند سيمتوماتيك مودريت تيبت توكس فانكشن لونج تيرم تريتمنت وذ رامبريل افتر انفيزيف ريفاسكولاريزيشن سيجنيفيكانتلي ريديوس ذا انسيدنس اوف كومبوزيت اند بوينت اوف كارديو فاسكولار ديس اكيوت مايكاردال انفاركشن اور كلينيكال هارت فيلير. ولو جينا نقارن الاس انهبيتورز بكل الكاتيجوريز مع الكارديو فاسكولار ايفنتس في كل الكلينيكال ترايلز احنا شايفين الرامبريل الوحيد اللي ثبت فعاليته في كل الكاتيجوريز سواء من اول كونجست هارت فيلير او ديسفانكشن مايوكاردال سكي انفاركشن وكورونا ارت ديزيز
دايابيتس وهايبر تنشن ستروك وبريفرال فاسكولار ديز وبوست ريفاسكولاريزيشن. مش كل الاس انهبيتورز ار ذا سيم، يعني في جزء بيشتغل على حاجتين ثلاثه وما بيبقاش له افكت على الباقي، عكس الريمبريل هو تقريبا واخد كل الكاتيجوريز بتاع الهايبر تنشن ويز اذر كوموربيديتيز. انذر ستادي المترا بلاست ستادي، ودي كانت ستادي الاكيوت مايكارد انفارشن بروسبكتيف ستادي مالتي سنتر ريجستر ستادي. هي كان العدد 53000 لكن دخلوا انكلودد في الاستضافه حوالي 14608، كان منهم 685 بيشنت ريسيفد رامبريل. والستادي ديت طلعت ريزلت برضه مهمه جدا، ان الرامبريل فيرسس اذر ايس انهبيتور عملت مور ريلاتيف ريسك 46% فيرسس نو ايس انهبيتور او اذر ايس انهبيتورز. يعني ايفن بقينا نقارنها زي ما احنا شايفين في بوست ام اي في كل الاس انهبيتورز، ان الرامبريل هو التوب او السوبير على معظم الاذر اس انهبيتورز، سواء برندوبريل زينوبريل انالابريل او فوسينوبريل او كابتوبريل. كل هو كان الخط الاحمر الاساسي بتاع الرامبريل، وجاب مور ريسبونس على لونج ديوريشن حوالي سنه كامله في الديكريز المورتاليتي والكارديو واسكولار اندبنس. وبالتالي تو كونكلود، لو احنا زي ما اتفقنا ان الاسم اول حاجه نرجع نقول ان مجرد هايبرتنشن مش مجرد علاج للرقم، انا مهم ان انا اعالج الهايبرتنشن وفي نفس الوقت ابروتكت الاند اورجنز واستخدم دراج ويز ليس سايد افكتس اند مور بينيفيشال افكت، مش مجرد رقم بتاع بلاد بريشر بيتظبط. نرجع ان اف دي ابروفد الانديكيشن الاس انهبيتورز زي ما شايفين في كل الانديكيشن هايبرتنشن بيرسي رامبريل موجود، كونجستيف هارت فيلير رامبريل وان اوف ذا موست امبورتنت، والليفت انتريكولس فانكشن رامبريل از وان اوف ذيم، and the prevention of myocardial infarction, stroke, or cardiovascular death, ramipril take a role. يعني ramipril كل categories of cardiac disease with an hypertension, heart failure, dysfunction, and myocardial infarction. وده بيؤكد ان ramipril the most potent ACE inhibitor, safety في كل categories of cardiac disease. مش مجرد بيعالج الهايبرتنشن بس، وده السكوب انه to treat the patient, treat the end organ damage and not the number of hypertension. And finally, thank you for your attention. ونتمنى إن شاء الله نكون استفدنا حاجة من المحاضرة إن شاء الله. شكراً.